تجددت اليوم المواجهات العسكرية العنيفة بين القوات الجنوبية والمشتركة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى شمال الضالع. وأكد المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي أنه اندلعت مواجهة عنيفة في قطاع صبيرة الجب شمال الضالع بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. وقال المركز عبر حسابه على فيسبوك أنه وبعد هدوء حذر طوال أيام الأسبوع الماضي دخل له مواجهة متقطعة، المواجهة تندلع الآن في قطاع صبيرة الجب. وأضاف أن المواجهات لا زالت في أوجها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولفت أن المواجهات تحتدم على مسافة صفر. هذا وشهدت الأيام الماضية هدوء نسبي في جبهة الضالع مع حدوث مواجهة متقطعة بين القوات الجنوبية والمشتركة وميليشيات الحوثي. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.